جبنا لكم اهل العود. اهلا وسهلا. يا صباح الخير فريد، يعطيك العافية. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كيفكم؟ الحمد لله. دائما اللي عنده عود تلقيه دائما شيك وقاعد، تحس انه صدق كل مكان مقالكم. فريدي اهلا وسهلا بيك. كنا بنتكلم عن الفرق ما بين المزيكا زمان والمزيكا دلوقتي. بطل الواحد يقدر ان هو يعصر على اغنيه دلوقتي، يقعد ينضرب عليها كده ويبندن معاها زي اغاني الست ام كلثوم او فيروز. من وجهه نظرك ايه السبب في الموضوع ده؟ يعني هو تعرف حضرتك تطور الحضارات مع بعض، وطبعا احنا عندنا مشكله ومش مشكله برضو التكنولوجيا يعني. صار اللايف، بعدنا شويه عن اللايف، بعدنا شويه عن الموسيقى العربيه، بعدنا عن الطقطوقه، بعدنا عن المواويل، بعدنا عن المونولوج، بعدنا عن التخت الشرقي. صحيح. ايوه، فبعدنا عن الحاجات اللي فيها اللايف، فيها الروح، اللي هي فيها المتعه، فيها التقاسيم، فيها الابداع. فصار كل حاجة دلوقتي يعني تكنولوجي قوي، فصارنا مش بنستمتع يعني، ما فيش وجه استمتاع في الموضوع. معنا ما شاء الله لك شاب صغير، يعني دائما نشوف الصغار كانوا يلجؤون للأشياء الجديدة الموجودة. صح. شو خلاك تتعلق في العود، أو أنك أنت تحب العود وتكون مستوى فيه؟ صراحة أنا تعلم يعني حبيته من الله يرحمه الأستاذ فريد الأطرش، و كنت بحب قوي تقسيمه، بحس ان فيها روحانيه كده وفيها طبعا، زائد طبعا الاستاذ الكبير رياض الصنباطي طبعا. ده كان روحانيه ثانيه خالص يعني، لوحده كده في عالم اخر، عالم صوفي لوحده. فده اللي خلاني يعني احب الموسيقى. وبعدين انا بحب الجو اللي هو فيه الروحانيه والانشاد والابداع والمواويل، وتخش وتتنقل بين المقامات وتبدع، ومره تغير تقول مقام العجم وبعدين بياتي وبعدين، وحسب ما انت يعني الموضوع فيه خيال. بحب انا الجو ده يعني. فادي فريد، انت طبعا بعرف انه انت دارس ببيت العود بابو ظبي، بس لكن احيانا الفنانين او اللي بيحبوا يعزفوا يعني بيستخدموا ادواتهم ايديهم، بحبوا يلقبوا باسم، يعني مثلا اذا فادي فريد بيقولوا له العازف فريد، بحب يسطع مثل النجمه. فقبل ما تستعلنا باوتارك، بدي رايك اليوم بالواقع العربي، بالواقع اللي نحن بنشوفه حاليا. هل نحن مهتمين بالتخت الشرقي او العربي؟ هل نحن محافظين على المقام الاندلسي؟ وين طفره المقامات؟ وين التحديات؟ وين الشارع الموسيقي اللي كنا نسمعه؟ اشرح لي اليوم. بص حضرتك، هو في جزئين، جزء تجاري قوي وجزء فني قوي. الجزء الفني قوي هنلاقيه في ابداعات ناس موجودين على الساحه، يعني بدون ذكر اسماء، ما احنا كلنا عارفين. وفي ناس يعني زي ما بنقول ايه، بياكلوا عيش. فبيعملوا الموضوع تجاري بحت، بحيث يقدروا ياكلوا عيش، لان هو هي دي ثقافتهم، وهو ده اقصى شيء يقدروا يعملوه. اما الناس الفنيين قوي واللي فاهمين يعني ايه الموشحات الاندلسيه، وفاهمين يعني التخت الشرقي والكلام ده، بيعملوا الكلام ده وبيدخلوه كمان في الموسيقى بتاعته، تمام؟ ففي نوعين عندنا في الحياه، واحنا المتلقين يعني يا اما انت بتروح لده او بتروح لده. وساعات على فكره الجو التجاري قوي بيلمس حاجات عندك في قلبك، انت عايز تقولها ما قالها لكش الجو الكلاسيكي او الاورينتال، وساعات العكس. صح. طيب هلا يعني احنا شايفين العود، وطبعا اكيد حديثك شيق، بس احنا كمان تعطشنا انه نسمع شيء. شو رح تسمعنا؟ مش عارف والله، يعني على حسب يعني انتوا. لا احنا بدنا شيء على ذوقك. فريد الأطرش، دام بدك تحب مدرسة فريد الأطرش.
سافر حبيبي وهجر لك تبع اوراق الشجر سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود مكفي غياب وصفار يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وصفار بكفي غياب وصفار بكفي غياب وصفار حلو عارف الطاقة اللي بيطلعها العود ليك وانت قاعد بتسمع كده او الموسيقى بشكل عام فادي تفرق يعني سمعنا مؤخرا كمان في ناس بدأت تتعالج من الموسيقى بدأت تعالج امراض نفسية امراض عضوية بنشوف انه تأثيرها جدا طاغي بس فين يعني عايزة اعرف وجهة نظرك انه ليه دايما هو الفنان هو النجم مش الآلة هي النجمة لا يعني هو السؤال ده أول مرة الصراحة حد يقوله لي أو مش سؤال يعني أو التوضيح اللي حضرتك يعني ليه الآلة هي اللي مش نجمة مش لا هي الآلة نجمة من ساعة ما تولدت صح بس لو تلاحظ إنما الأيام أم كلثوم كان يقعد نص ساعة في لحن بعدين تبدأ الست تغني لكن دلوقتي بقينا تنتن تنتن والموسيقى والبس الكمبيوتر يشغل شوية ألحان مزعجة كده وخلاص لا كان في بص حضرتك زي ما الشعر كان واخد حقه الموسيقى كانت واخده حقها صح يعني لما يكتب مثلا احمد رامي ولا نزار ولا اي حد من الناس العماليق دول لما بيكتب كمان الفنان الملحن بيقعد يعمل منظومه لحنيه للمنظومه الشعريه اللي هو شايفها صح يعني بيخدمها يعني مثلا انا دلوقتي لقيت خاتم حلو ومرصع لازم أشتغل عليه وألمعه كويس بمواد معينة بحيث يظهر جماله فهو كان بيعمل كده الملحن وكمان لما الخاتم ده تلبسه واحدة جميلة رقيقة تحس إن هي لايق على صباحها فتحس ان الموضوع لايق على بعضه منظومه يعني كلام على منظومه لحنيه على اداء من المطرب فتلاقي الموضوع منظومه كلها بس زمان كان اللحن بياخد حقه دلوقتي اللحن ما بقاش ياخد حقه يعني مش واخد طب شو السبب يعني الجمله شو السبب انه بطل اللحن ياخد حقه يعني انا في رايي انا يعني هو الموضوع بقى تيكاوي يعني التيكاوي يعني زي ما انا لما اروح اكل اكله في بيتي بعمل طبخة حلوة كده والدتي عاملة طبخة جميلة كده واكلها في البيت ومن ايد ماما انما لما اروح اكل اكل بره تكوي انا عايز اسد جوعي في حاجة قد كده محتاجها بس يعني اسد جوعي ما شاء الله يعني انت بتضرب انت هو بتوصف فعلا وصف دقيق وبتضرب الامثال ذكرتني بصباح فخري يعني لما كان يخلي الموسيقار عمر عموري يعزف اكثر من نصف ساعة على ستيج المسرح وهو واقف اوكي ومكتف ايدي ورا احتراماً يعني فعلا طبعاً. احترام للحن الشرقي تحيه اجلال وللعازف ايضا اكيد لكل الفنانين اللي كانوا معطين الالحان العربيه حقها بالضبط هذيك الحقبه يمكن ممكن نختلف او تختلف ارائنا بين اليوم وبين امس طبعاً لكن طبعاً. برايك انت قديش المعاهد قديش المدارس قديش الاكاديميات ساعدت على انه مش اني اقول ارجاع الحقبه هذيك ولكن الحنين لها وعمليه احياء قديش ساعدت المعاهد هيك لا ساعدت ويعني عايز الفت نظرك لحضرتك على حاجه دلوقتي حتى لو داخل اسره بس بسمع انا مش في معهد ولا حاجه بس بسمع انا ممكن اعيد احياء التراث يعني انا كمستمع أنا يعني مش شرط إن أنا لازم أدرس عشان أحيي الموضوع هو حسب رغبتي الوجدانية إن أنا عايز أعمل ده ولا لأ صح. حبي للحاجة دي عايز أعملها ولا لأ المعاهد طبعاً المعاهد بتسقي العلم وبتسقي الموسيقى بعلمها بتاريخها إنما أنا كشخص كنت أستاذ في الجامعة أو كنت طالب
أو كنت مستمع، هل رغبتي أنا حاليا في العصر اللي احنا فيه، هل أنا عندي رغبة حقيقية أن أنا أعيد صياغة اللحن القديم وأطلعه للنور أكتر، أو أعمله بشكل حديث عشان الناس تقدر تسمعه بشكل حديث عن الأول ولا لأ؟ هي هو ده السؤال. عندك حق، بس احنا على فكرة كلنا هنقعد دلوقتي ساكتين تماما ونسمع حضرتك. ماشي، بما اني في الصباح فلازم هنقول حاجة للست فيروز. طبعا طبعا فضل. كتب المكاتيب وأخدها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، لا أول مرة ما منكن سوا. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتب المكاتيب وأخدها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، لا أول مرة ما منكن سوا. سألوني الناس عنك سألوني، قلت له نراجع وعتلوني، غمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى بعيوني، واللي اكتوى بشوق اكتوى، لا أول مرة ما منكن سوا. حلو، حلو قوي الإحساس والأجواء اللي انت عاملها لنا دلوقتي. الله يخليك. تعرف منا الجميل كتير خلينا نقول بعازف العود والعود، بتحسي دائما في علاقة وطيدة بينهم، بتحسي انه هو قطعة منها وهي قطعة منها. صح. انا هذا يمكن السؤال اللي كنت اسأله لفادي، قديه بتحس انت انك انت مرتبط بهاي الآلة وانه هي شيء بيعنيك اكتر من الناس بتتخيله؟ والله سؤال على الجرح ده والله. على فكرة عيونك لمعت. سؤال شو؟ وهي بتسأل فيك عيونك لمعت. الله يخليك. يعني العود انا يعني بس هحكي لكم موقف صغير. اتفضل. في صديق ليا نسيت عنده العود في دبة العربية السيارة يعني، فصار العود عنده يومين ثلاثة، والله ما كنتش بنام. والله العظيم، وعود العمر يعني، مش العود ده، عندي عود ثاني، فما كنتش يعني مش قادر انام. في حاجة ناقصاني يعني، يعني بس لما اشوف العود جنبي بس خلاص يعني. وبعدين ساعات الواحد بيتجلى يعني، مثلا بقعد مع نفسي ممكن اتجلى، اعمل لحن، اقسم تقسيمه يعني. افتكر مرات كتير اقعد اقسم، احس ان انا مسبي او انا واخدني الموضوع لافق بعيده عن العالم والماديات وعن الارضيات والله، وبلاقي لوحدي يعني دموعي ممكن تنزل يعني. صح. انا بقسم فادي، انا اتأثر. انا مزبوط. مزبوط. انا متاكد تماما فادي انه انت بتصحى الساعه 3 بالليل فجاه بتروح تمسك العود، لانه ما حد اذا ما حدا فهمك العود بيفهمك، اذا ما حدا سمعك العود بيسمعك. بيحصل. انا متاكد. بيحصل. تماما. بيحصل. لانه مبين عليك ومبين على عينيك. طبعا فادي شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. وعزفك جميل، كلامك جميل، وانت جميل، ونتمنى لك المستقبل الجميل ان شاء الله. جداً. بس بالختاميه طبعا بدنا
تختم لنا اياها بنسيبك كده يعني. ايوه انا استغلك كمان. طيب في كان اغنيه جميله لسيد درويش. الله يا سلام. سلام على الاختيار. اسمها مخصوب كونداس. هي اغنيه جريكي على مصر يعني، واحد جريكي عايش في مصر ففل اسمها بقى. ما هو ما بقاش معاه فلوس. ها هتغنيها؟ كتير صعبه. طب يلا صبخ مختاز مسخت بابوتس يا ناس، ما فيس فيلوس بقيت منخوس فلست خلاص. تستغلوا في ايه يا فندي يا بي مدام البخت موري، ما فيس قاميس ما فيس تهييس فلست خلاص. فين روخو سبرستي دنيا لساتي ربتي، فين روخو سبرستي دنيا لساتي ربتي، ايام الهي صفنيتو خلاص. مخصوب كنداس صبخ مختاس كفرتو يا ناس. لي 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 لا لي لي لا لي لي لا لي لا لي 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 لا لي لي لا لي لي لا لي 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 لا لي لي لا لي لي لا لي لي لا لي 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 لا 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 لي